لو عند حضرتك او حضرتك مشكله في كوعك او في كتفك او في اي مفصل في جسمك او في حوضك او في ركبتك، ودايما المشكله دي مضايقاك ما بتخليكش تعرف تصلي، ما بتخليكش تعمل اي حاجه، او مضايقاك في الحركه عموما، هقول لك النهارده على حاجه سبحان الله ربنا اقسم عليها فعلا سحر ووصفه وهوريها لكم دلوقتي عملي. الوصفه دي عباره عن ربنا قال التين والزيتون اقسم بيهم. هنجيب برطمان عادي خالص اهو، وهنجيب تين، تين برشومي من العادي، هنقوم مفككين التين ده اهو، هنفك التين ده اهو كده، هنحطه وننقعه لمدة 24 ساعة في زيت الزيتون، وهنجيب زيت زيتون زي ده اهو، وهنقوم فكينه اهو، هنحط زيت الزيتون مع التين لمدة 24 ساعة ننقعه فيه زي ما حضراتكم شايفين كده، وخلي بالكم لنهاية الفيديو عشان في حاجات مهمة اقولها لكم، وهننقعه وهنغطيه خالص اهو تمام. والتين سبحان الله بيشرب زيت الزيتون ده تمام. طيب بعد 24 ساعه نعمل ايه بقى؟ ايه الفكره بقى هنعمل ايه؟ هنقوم واخدين زيت الزيتون ده، يعني هناخد واحده تين من ده ننشفها كويس، لو وزن زياده خلاص هناخد ربع واحده او نص واحده واكلها، سبحان الله في شفاء جامد جدا. طب الزيت بقى، زيت الزيتون اللي اتنقع فيه ده، المفصل اللي كان بيوجعني سواء كوع سواء كتف سواء اخر ظهري، الناس اللي عندها مشكله في اسفل ظهرها، اللي عنده مشكله في ركبته وعنده غضاريف فيها مشكله وكلام من ده، بقوم جايب زيت الزيتون ده وداعك بيه جسمي او بداعك بيه المفصل بتاعي كله، فسبحان الله بيفيدني جدا في الاربطه الاوتار، كل الكلام ده هيفيدني. بعد كده اخر حاجه واهم حاجه اللي انا قلت لكم عليها في الفيديو، بعد ما هخلص القصه دي هجيب صوف 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 بتاع خرفان والفه على المنطقه اللي فيها المشكله دي. صدقوني بعد شهر واحد هتحس بفرق رهيب، مهما كنت بتاخد علاج مهما كنت بتاخد ادويه هتحس بفرق غير عادي. اتمنى اللي يجرب يقول لي النتيجه، وان شاء الله دي نتيجه مؤكده وربنا اقسم بيها. كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد مبارك عليكم. السلام عليكم.